محبو مكياج المؤثرات السينمائية الخاصة التي يجدونها في أفلام الرعب الهوليوودية أصبحوا على بعد لحظات من مشاهدتها على حساب في إنستغرام، الحساب للشاب السعودي فارس المعيلي الذي ينشر فيديوهات تكشف عن مهارته في هذا المجال. فنجد فيديوهات وصور لأجزاء بشرية كالأطراف المقطوعة أو جروح غائرة وأذرع مبتورة بأسلوب محترف لتتوج هوايته بمشاركته ضمن طاقم عمل فيلم الملك فيصل ولد ملكا الذي يحكي سيرة حياة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز وتنتجه هوليوود. ولتفاصيل أكثر عن موهبته ننتقل إلى الرياض، حيث ينضم إلينا المتخصص في المؤثرات السينمائية فارس المعيلي. أهلا فيك معنا يا فارس، كيف كانت بداية أو اهتمامك بهذا المجال؟ أهلا فيك. بداية اهتمامي في المجال هذا منذ الصغر، حيث أني أعشق الأفلام، أعشق مشاهدة الأفلام، أعشق المؤثرات السينمائية بحد ذاتها في الأفلام. طيب بس هذا المجال يعني كمان خلينا نقول انه برضو مو سهل، يعني كيف كان تعلمه بالنسبة لك؟ هل في مثلا أماكن في السعودية ممكن الواحد يتعلم فيها؟ للأسف السعودية ما فيها معاهد متخصصة بهذا الشيء. أما بالنسبة لتعليمي وكيف بديت أحترف هذا المجال، بالبحث، الاطلاع، مراسلة يعني ناس متخصصين في هذا المجال، أخذ آرائهم في عملي، هل وصلت إلى فترة الاحترافية، هل وصل عملي هذا إلى الاحترافية كي أنافس فيه، كانوا هم المقياس لأعمالي. طب فارس، هل هذا عملك الأساسي ولا عندك عمل ثاني بتقوم فيه وهذه زي هواية على الجنب؟ يعني أنا من البداية كنت أحب هذا المجال بس غير متواجد، فأضطريت أني أخذ مجال بعيد شوي عن هذا المجال بحكم أنه غير متوفر في السعودية. إيش المجال اللي أنت بتشتغل فيه؟ مجال الكتب والمؤلفين ودار النشر. طيب، فأنت هذا المجال بدأت أنت يعني خلينا نقول تقوي مهاراتك فيه، بعدين وين بدأت تعرض عملك؟ يعني بديت أعرض عملي في السوشيال ميديا، خصوصا بعد نصح أصدقائي لي وقالوا لازم الناس تشوف شغلك، فكنت أنا من الناس اللي ما يحب الشهرة ولا يحب يعني يكون مشهور وزي كذا، أكثر من أن أعمالي تنشهر وإني أقدر أنافس في العالمية، فاضطريت أني أطلع أعمالي للسوشيال ميديا. يعني هو أكيد عشان كمان تروج لنفسك يعني وتشتغل، بس ما يقهر يا فارس؟ يعني أنا هذا السؤال دايما أفكر فيه، إنه يعني بعد التعب هذا كله لما تيجي تمسحه ما يقهر؟ يعني إحنا مكياج عادي ويكون شايفين شكلنا حلو فيه ننقهر لما نشيله يعني؟ هي أكيد هذه تعتبر من الأشياء اللي محبطة نوعا ما، لما تشتغل على عمل تقريبا أكثر من 3 ساعات كذا وفي الأخير تشيله يقهر، فهذا شيء محبط. طب احكي لنا عن قصة تعاونك مع فيلم الملك فيصل، كيف جاتك هذه الفرصة؟ وإيش دورك تحديدا كان؟ فيلم الملك فيصل، أول حاجة أود أن أشكر رئيس مجلس الإدارة عبد الله النفيسة، رئيس مجلس إدارة نبراس، هو الذي آمن في المواهب السعودية بإمكانها أن تنافس للعالمية، وكان دوري في هذا الفيلم اللي هو المكياج والشعر للشخصيات الموجودة في هذا الفيلم. يعني أنت كنت مع مجموعة ثانية؟ أيوة، كنت مع مجموعة من الخارج، يعني مجموعة أجنبية كاملة. طيب جميل، عندك أعمال قادمة يا فارس؟ نقول إن شاء الله، هذا عد على حسب السوق السعودي إذا كان مهتم في هذا المجال، فمن أمنياتي العمل في السوق السعودي.
جميل جدا، نحن نتمنى لك التوفيق. كان معنا المتخصص في المؤثرات السينمائية فارس المعالي، شكرا لك يا فارس.